هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. صعقة لم تحدث. لما تخطت الباب الزجاجي سمعت موسيقى هادئة متناغمة تمام التناغم مع الهدوء الذي يعم المكان. ثم من عمق المحل المغمور بالأضواء اللماعة ظهر الصائغ، رجل أنيق الملبس يبدو في العقد السابع. وقف عند منضدة زجاجية تتيح رؤية الحلي المعروضة. ابتسم في وجه المرأة وردت التحية وذكرت اسمه سيمون. واضح أنها لم تكن المرة الأولى التي تزور فيها محل السيد سيمون. بدون تمهيد أخرجت من حقيبة يدها منديلا وفتحته فوق الصفحة الزجاجية للمنضدة التي تفصلها عن صاحب المحل. لما وقع نظره على ما في المنديل ابتسم السبعيني وهو يسألها: ماذا حملت لنا الآن يا روبرتا؟ كان في المنديل خاتمان مرصعان بحجر رفيع وسلسلة ذهبية. تأمل الصائغ كل ذلك وفحص المعروض أمامه بعين خبير، ثم وضع الخاتمين في ميزانه وبعدهما السلسلة. ومن درج لا يظهر جاءت يده بآلة حاسبة، ثم قال لروبرتا: 350 يورو. نظرت في عينيه وقالت: هل زدت قليلا؟ رد بأن الميزان هو الحكم. بدت مستعجلة إتمام البيع، تسلمت 350 يورو وودعت السيد سيمون. كانت المرأة المنحدرة من أصول كولومبية تأتي إلى الصائغ سيمون بحلي تبيعها له. في المرات الأولى كانت تزعم أنها ملكها وأنها تبيعها لمواجهة ظرف طارئ. ثم لاحقا لم يعد الصائغ يسألها عن مصدر ما تأتي به. لا شك أن الرجل كان يجد في ذلك مصدر ربح. في معمله الذي يحتل الجزء الخلفي من المحل كل ما يتيح إذابة وإعادة صياغة تلك المعادن النفيسة ومنح الأرفع قيمة مظهرا جديدا. تسكن روبرتا سانشو التي هاجرت إلى فرنسا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي شقة في الطابق الرابع من عمارة قديمة في الغو دي لور في الدائرة الرابعة عشرة بباريس. هي الآن في 54، وتقاسم الشقة التي تتكون من غرفة وصالون ومطبخ وحمام صغيرين ابنتها ميريام التي تبلغ من العمر 14 عاما. هي ابنتها الوحيدة من علاقة استمرت 5 سنين مع مهاجر كولومبي مثلها. انتهت العلاقة على خلاف واختفى الرجل من حياتها دون أن يعترف بابنته منها. تعمل روبرتا سانشو منذ سنوات خادمة في البيوت، تقسم أيام أسبوعها على زبائن في جهات عدة من باريس. وكذلك كانت تستطيع توفير ما تنفق به على ابنتها ميريام وتأمين مصاريف الدراسة. كانت عائلة مارتان تسكن الدائرة 18، الزوج أغنو مندوب تجاري وزوجته كاترين ممرضة. كانت روبرتا تأتي إلى شقة الزوجين الستينيين مرتين في الأسبوع الجمعة والأربعاء، تقوم بتنظيف الشقة وترتيبها ثم تغادر. حين تأتي يكون الزوجان قد غادرا إلى عملهما. تمضي وحيدة بضع ساعات ثم تغادر حين تنهي أشغالها. في مساء الرابع من مارس من العام 2000 عاد أغنو مارتان من سفر عمل إلى بروكسل. ولما فتح باب الشقة نادى على كاترين زوجته، وكان ذلك دأبه كلما عاد إلى البيت. وعلى غير العادة لم يأته رد، حسب أنها لم تسمعه. أطل في الصالون ولم تكن هناك،
ثم في المطبخ وظن أنها في الحمام. جلس في غرفة الأكل، بعد عدة دقائق لم يسمع ما يدل على أن زوجته في الحمام، فدلف إلى هناك، ناداها باسمها، فتح الباب فوقع بصره عليها في حوض الحمام، وإلى جانبها خيط كهربائي، ولكن الحوض كان جافا. حركها ولم يكن بحاجة إلى وقت طويل ليستنتج أنها فارقت الحياة. اتصل بالشرطة التي لم يتأخر وصولها. حملت جثة السيدة كاترين مارتان إلى المشرحة وبدأ التحقيق. كان فيما أدلى به الزوج المكلوم أغنو مارتان أنه لما فتح الباب انتبه إلى أن مفاتيح زوجته كانت في القفل من الداخل، وهو ما يعني أن الباب أغلق من الداخل، وأن المنطق يقضي بأن السيدة كاترين أغلقت الباب وربما نسيت المفاتيح في القفل أو هي تعمدت ذلك. علم منه المحققون أن نسخة من مفاتيح الشقة توجد لدى امرأة تتولى أشغال النظافة وتقوم بها مرتين في الأسبوع. دلهم على اسمها وعنوانها وأكد أنها مبدئيا ستكون حضرت في ذلك اليوم. في تلك العمارة التي تسكنها في الغو دو لوغ لم تكن روبرتا سانشو نكرة، جميع سكان العمارة يعرفونها، وسريعا طرق المحققون بابها. لم تكن هناك. ساعات بعد ذلك التقطها من أوكل إليه أمر مراقبتها في باب العمارة، صعد معها السلم إلى الطابق الرابع، وجرى الاستماع إلى أقوالها في تلك الشقة البسيطة الأثاث والتي لا تشي بما قد يثير شبهة أو شكوكا. قالت روبرتا إنها لم تذهب أمس إلى شقة عائلة مارتان لأنها كانت مضطرة إلى التوجه إلى الثانوية، حيث تتابع ابنتها دراستها لتسوية بعض المشاكل. سألها الباحث عن مفاتيح الشقة فأخرجتهم من درج خزانة قرب الباب. لم يتم إخبارها بمقتل كاترين مشغلتها منذ أكثر من 4 سنوات. استمرت روبرتا في القيام بعملها، ولكن لم يعد بإمكانها الذهاب إلى منزل عائلة مارتان إذ أغلقته الشرطة بالشمع الأحمر. كان التحقيق قائما حول مقتل السيدة كاترين مارتان، وكان ما توفر من معطيات يدفع إلى الظن بأن كاترين صعقت بذلك الخيط الكهربائي الذي كان يتدلى في حوض الحمام إلى جانب جثتها. في المشرحة اكتشف جرح في مؤخرة رأس الضحية، ولم يستبعد الطبيب الشرعي أن يكون نتج عن ارتطام رأسها بالحوض عند السقوط. كانت تلك خلاصات معاينة لم تقنع المحققين، فحوض الحمام كان جافاً ولا يمكن أن يحدث الصعق الكهربائي، ومال الرأي إلى أن الأمر قد يتعلق بجريمة قتل، وأن القاتل حاول تغليفها بحادثة صعق كهربائي أو تكييفها كي تبدو عملية انتحار. لم يكن في حياة السيدة كاترين مارتان ما يوحي بسلوك انتحاري لديها، ولذلك طلب المحققون تدقيقا أكبر في تشريح الجثة. وكان من الاستنتاجات الأولية خلو الرئتين من كل أثر للماء. وعاد الباحثون إلى الشقة وقد أحضروا معدات متطورة للكشف عن كل أثر قد يفضي إلى كشف حقيقة ما جرى ذلك 4 مارس من العام 2000. كشف المسح الجديد للشقة عن وجود آثار دم لا ترصدها العين المجردة على حافة حوض الحمام، وآثار أخرى تشير إلى أن الجثة سحبت إلى هناك. عملية التنظيف التي أجريت للمكان لم تخفي هذه الآثار التي أنطقها جهاز الكشف. كانت روبرتا سانشو تحت المراقبة، وتم الوصول إلى حسابها البنكي الذي باح بأنها قامت عدة مرات بتحويلات نقدية إلى هذا الحساب. في كل مرة كان المبلغ الذي تم تحويله يقدر ببضع مئات من اليوروهات، وفي المرة الأخيرة كان المبلغ 750 يورو، وقد شك الباحثون في مصدر تلك المبالغ المالية. لما سمح لأغنو مارتان بالعودة إلى شقته اتصل في اليوم التالي بالشرطة
ليبلغ عن اختفاء أشياء من غرفة النوم، هي حلي تعود لزوجته ومبلغ مالي بقيمة 400 يورو. كان فيما أبلغ به أغنو ما حفز الباحثين على التدقيق في تواريخ التحويلات وقيمتها، وكان التحويل الأخير قد تم في 4 مارس، وهو اليوم الذي زعمت فيه روبرتا أنها لم تذهب إلى شقة عائلة مارتان لأنها ذهبت إلى مدرسة ابنتها لتسوية بعض المشاكل. حضر المحققون من جديد إلى شقة المهاجرة الكولومبية، سألوها عن الحلي التي اختفت من شقة مشغليها، أنكرت كل علم لها بذلك، ثم أخرج أحد الباحثين كشفا لحسابها البنكي. كان عليها أن تثبت مصدر تلك التحويلات التي لم تكن متاحة بالنظر إلى مداخيلها ومصاريفها الشهرية. كانت المرأة تحت ضغط شديد، أحست وكأنها مطوقة من كل الجهات. أقرت بأنها أخذت تلك الحلي من منزل مشغلتها وأنها باعتها إلى السائق سيمون. لم يكن صعبا البتة الوصول إلى السائق الذي أقر بأنه اشترى تلك الحلي من روبرتا سانشو كما اشترى منها من قبل حليا أخرى. كانت تدعي كل مرة أنها حليها الشخصية وأنها تبيعها لمواجهة ظروف طارئة. في معمل السائق اكتشف الباحثون سلسلة من ذهب وخاتما تعرف عليهما أغنو وأكد أنهما تعودان لزوجته الهالكة. ظلت روبرتا تتهرب من الاعتراف بغير تلك السرقات، فقط أضافت أنها أخذت 400 يورو وادعت أنها من مستحقاتها. كان المبلغ الذي أدخلته في حسابها البنكي يوم 4 مارس 750 يورو، وقد أقر السائق أنه دفع لها يوم باعته الخاتمين والسلسلة الذهبية 350 يورو. كان في اعترافه ما أدهش الباحثين، قيمة السلسلة والخاتمين تزيد على ذلك أضعافا كثيرة. لم يعد لدى المحققين شك في أن روبرتا كانت في شقة عائلة مارتان يوم 4 مارس. في الثانوية التي تدرس بها ابنتها ميريام لم يسجل أي حضور لروبرتا سانشو، وجاءت شهادات جيرانها تكشف عن خصوماتها الكثيرة واتهامها بالسرقة. تم وضعها رهن الاعتقال ووجهت إليها تهمة قتل مشغلتها، وظلت لشهور ترفض الاعتراف بأنها من قتلت كاترين. كان الطب الشرعي قد رجح أن تكون الوفاة حدثت بين 9:30 و10:30 صباحا، وكان في ذلك ما يكفي لهدم كل ما تمترست خلفه، وتمت إدانتها وحكم عليها بالسجن 18 عاما. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.